السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحباء الكرام. يا جدي، نريد أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين وقفنا يا فاطمة؟ وقفنا يا جدي عند هجرة عمر رضي الله عنه. حسنا يا أحفادي. وأراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أيضا أن يهاجر، وهل هاجر أبو بكر؟ لا، لم يهاجر بعد. كلما ذهب واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صحبة. وماذا فعل أبو بكر بعد ذلك؟ إنه استجاب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر. وماذا قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع بذلك؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع ذلك: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: نعم، الصحبة يا أبا بكر، اذهب وأعد الراحلة التي سنسافر بها. وانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعد راحلتين، واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من المشركين يسمى بعبد الله بن أريقط: يا عبد الله يا ابن أريقط، عليك أن تقابلنا عند الغار بعد 3 ليال، وخذ هاتين الراحلتين وأتنا بهما. إن أعداد من آمن بمحمد تزيد كل يوم، هي في زيادة كل يوم، شخص يؤمن كل يوم، شخص يؤمن. لا بد وأن نفعل شيئا. أنا معك في ذلك، لكن ماذا سنصنع بالضبط؟ نقتله. أقول نسجنه. بل نعذبه. يا قوم، كيف تقتلون محمدا؟ وهل ستترككم بنو عبد المطلب؟ بالطبع لا، لكن ما هي فكرتك يا أبا جهل؟ اقتربوا اقتربوا، عندي فكرة شيطانية. نعلم دهاءك يا أبا جهل. نجمع من كل قبيلة رجلا ويجتمعون ويضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل. نعم، أنا أوافقك على ذلك.
وأنا أيضا أوافقك على هذا. وبالفعل بدأوا يجمعون من كل قبيلة شابا قويا لكي يتفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبائل، واجتمعوا من الليل واقتربوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدر الله سبحانه وتعالى أن ينام علي رضي الله تعالى عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وألقى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين النوم، وحفظ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته سالما وأتى بتراب من على الأرض وألقاه على القوم وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد استعد، وخرج هو والنبي صلى الله عليه وسلم من الباب الخلفي واتجهوا نحو الغار، وكان ذلك في جنوب مكة. ما الذي حدث؟ أين كنا؟ أين محمد؟ أين هو؟ أخرج أم لا؟ أخرج أم لا؟ تعالوا نهجم على بيته. لقد خرج محمد، خرج. وأين كنا؟ لا أعلم، إننا كنا في غفلة، كنا نائمين. انطلقوا وأخبروا أبا جهل بالخبر. ماذا تقولون؟ خرج وأنتم نائمون؟ كنتم نائمين؟ حسنا حسنا، انتظروا، لابد وأن نتبعه وأن نقضي على دعوته. ابحثوا عنه في كل جهة واجعلوا 100 ناقة لمن يدل عليه حيا أو ميتا. 100 ناقة ستكون لي، لابد أن أخرج وأن أنظر أين هو، صار من أي طريق، ربما من هنا، لا 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 لا، ربما من هنا، لا لا لا، سأخذ هذا الطريق. وظل المشركون يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، انطلقوا من جميع الجهات ليبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا إلى الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وهنا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تحزن، إن الله معنا. انظروا من هنا وأنت انظر من هناك. أنا لم أجد شيئا. ورجعوا إلى مكة خائبين، لم يعرفوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وهو خادم أبي بكر الصديق كان يرعى الغنم، وكان ينطلق إلى الغار في كل يوم ليحلب الأغنام
ليشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يستمع في النهار ماذا يقول أهل مكة: سنبحث عنه من جهة الجنوب لعلنا نجده. أنا لا أريد أن أضيع 100 ناقة، أريد أن أأخذها، لكن أين أبحث عنه؟ وينطلق في الليل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء ويخبر أباه بالخبر. فإذا عاد عاد قبل الفجر حتى يظن المشركون أن عبد الله قد نام معهم، وينطلق عامر بن فهيرة بالأغنام ليمحو أثر قدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومرت 3 ليال ولم يعرف أحد منهم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عبد الله بن أريقط وكان معه راحلتان، انطلق إلى الغار ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ويهاجر بهما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وركب على راحلة، وركب أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الراحلة الأخرى، واتجه عبد الله بن أريقط بهما في اتجاه الساحل. سراقة بن مالك كان قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير من الطريق الفلاني، فخرج مسرعا ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدل على مكانه وليأخذ 100 ناقة. وكلما اقترب سراقة بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من على الدابة، فيركب مرة أخرى على فرسه ويقع من على الفرس، ويركب مرة ثالثة على الفرس ويقع من عليه. يحاول سراقة بن مالك أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما استطاع. وهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سراقة بن مالك وهو يتعثر في اللحوق به صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع يا سراقة. فقال سراقة بن مالك له: قد جعلوا 100 ناقة لمن يدل عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع يا سراقة، ارجع يا سراقة، ولك سواري كسرى. فعاد سراقة مرة أخرى إلى مكة. ثم ماذا يا جدي؟ أكمل لنا. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.